إلى الجزائر، حيث قال منسق هيئة الحوار كريم يونس إن الهيئة سلمت تقريرها النهائي للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح عقب مشاورات مع الأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع المدني. وأكد كريم يونس أن الهيئة عملت على توفير مناخ سياسي يتم من خلاله إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. قدمنا اليوم لرئيس الدولة تقريرا عن المشاورات التي تمت بين مختلف الفاعلين في الطبقة السياسية، المجتمع المدني، النخب والأكاديميين وبعض فواعل الحراك الشعبي الذي ساهموا جميعا في حل الأزمة التي تمر بها بلادنا. ومعنا من الجزائر عضو المجلس السياسي لحزب جيل جديد حبيب براهمية. أهلا بك أستاذ حبيب عبر سكاي نيوز عربية. اليوم عمل هذه الهيئة، كل الأجواء الإيجابية، هل يعني بأن هذه الأزمة تتجه نحو انفراج رغم أن أكثر من سؤال حول إرضاء كل الأطراف وكل الأحزاب؟ نعم، مساء الخير. أولا نشوف بالنسبة للجنة أنها تتكلم على أمور إيجابية، لا، المشكل اليوم أن هناك فقدان تام للثقة ما بين السلطة الجزائرية وما بين اللجنة وبين الشعب الجزائري والحراك الجزائري الذي ما زال الشعب الجزائري يخرج بكل قوة كل جمعة وكل ثلاثاء من أجل أن يقول لا للانتخابات في هذه الظروف، لا لبقاء وجوه الأزمة. إذن المشكل ما زال، ومن أجل الذهاب إلى حل حقيقي يجب حوار حقيقي من أجل لجنة مستقلة حقيقية تكون مستقلة حقيقة عن الإدارة، من أجل انتخابات حقيقية، من أجل الذهاب إلى تغيير جذري للنظام. لكن الطريقة والمسار المختار من طرف السلطة الحالية نظن ما فيه أي إشارات إيجابية، بل بالعكس الكل من الشعب الجزائري يرفض هذه العملية. الأحزاب المعارضة الفاعلة حقيقة في النظام في المجال السياسي الجزائري، الأحزاب التي عارضت النظام البوتفليقي كلها رفضت الحوار، جيل جديد رفض الحوار كذلك. نظن مبدئيا الكل موافق على الذهاب إلى حل عن طريق الحوار، لكن الحوار الرسمي المقترح وطريقته والميكانيزمات المقترحة فهي مرفوضة جملة وتفصيلة، لأنها بالنسبة لنا لن تفيدنا إلا في تجديد النظام السابق، في إعادة تجديد النظام السابق، وهذا مرفوض. طيب، كان لكم مطالبات ودعوات للتهدئة، ولكن اليوم يعني حزب جيل جديد كانت له ربما مطالب يرى بعض الأفرقاء بأنها تصعيدية والعودة إلى نبض الشارع، وهي أيضا تحاكي ما ينادي به يعني عشرات آلاف المتظاهرين في يوم كل جمعة. نعم، جيل جديد كانت عنده مواقف. جيل جديد كان حارب النظام السابق منذ سنوات، كان خرج يوم 22 وكان في الميدان يوم 22 فبراير، ومنذ ذلك الوقت رئيس الحزب الدكتور سفيان جلالي وكل المناضلين والقادة تاع الحزب كانوا في الميدان كل جمعة مع الشعب الجزائري. المطالب تاع جيل جديد كانت بالنسبة لنا مطالب وسطية وعقلانية، حيث أن قبلنا فكرة الحوار كمبدأ، لكن قلنا أن من أجل أن يكون هناك حوار مثمر يجب أن يكون هناك مناخ هادئ يسمح بحوار حقيقي، بتفاوض حقيقي ما بين كل أطياف المجتمع. ومن المطالب التي طلب الأول ومن أهم ما طلب جيل جديد هي إجراءات تهدئة حقيقية، ذهاب حكومة بدوي واستبدالها بإنسان متوافق عليه، فتح المجال الإعلامي، وقف التضييق على العاصمة، وخاصة إطلاق سراح كل الشباب المسجونين بسبب رفع الراية الأمازيغية. هذا مرفوض، كان هذا ما رفض من طرف السلطة الحالية، ولهذا جيل جديد خارج الحوار. نظن أغلبية الأحزاب المعارضة ما كانش عندها الموقف الوسطي تاع جيل جديد، وحتى جيل جديد اليوم يرفض المقترح. إذن هنا نفهم أن السلطة ما كانتش لها أي إرادة حقيقية من أجل إيجاد حلول متوافقة عليها، من أجل كنتم يعني ناديتم تلبية حقيقية لمطالب الشعب الحكومة الجزائري. والذهاب إلى حكومة جديدة لهذه المرحلة ومرحلة ما قبل الانتخابات اليوم، ألن يعني تفرض انفراجة في هذا الغليان في الشارع حكومة جديدة ورئيس جديد؟ لا، المشكل اليوم كيف يكون الحكومة الجديدة وكيف يكون الرئيس الجديد. إن كان نتكلم أولا عن الرئيس الجديد ونحن من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية، لكن كما يقول جيل جديد انتخابات رئاسية في أحسن ظروف وليس في أقرب الآجال. إذن انتخابات رئاسية تنظمها هيئة مستقلة حقيقة للإشراف على الانتخابات تكون نتيجة عن حوار حقيقي ما بين كل أطراف المجتمع. من أجل الذهاب إلى الحوار يجب أن يكون مناخ هادئ، مناخ يسمح بذلك. ما لا نراه اليوم
اليوم في ساحة سياسية. بالنسبة للحكومة للتدقيق كان مقترح جيل جديد هو إدراج ذهاب حكومة بدوي في جدول أعمال الحوار حتى ما يقدروش يبدلوا لنا إنسان بإنسان آخر ويقالوا لنا ها تبدل تغيرت الحكومة ها لكم ما أردتم. لا نظن أن يجب أن كل هذا الأمور يكون متفاوض عليها في حوار حقيقي. اليوم ما كانش الحوار حقيقي ولهذا هذا الرد المطلق اليوم لعمل هيئة الحوار أستاذ حبيب من الحراك الجزائري ألا يزيد من تعقيد المشهد السياسي ومن ربما تأخير الذهاب إلى حل جذري؟ نعم اليوم كاين تأخير للذهاب إلى حل جذري حقيقة بسبب السلطة، ونظن أن السلطة الفعلية والمؤسسة العسكرية اللي تتحكم اليوم في السلطة في الجزائر يجب أن تتعقل ويجب أن تترزن ويجب أن تتحلى بالمسؤولية بالحكمة بالجدية من أجل الذهاب إلى حل يرضي الشعب الجزائري، يرضي الحراك الجزائري ويلبي كل متطلبات الشعب الجزائري. نظن أن مطالب الشعب الجزائري ومطالب الحراك الجزائري ليست بالغير عقلانية، يطالب بذهاب كل رموز الأزمة بطريقة سلسة ويطالب بإرساء دولة جزائرية حديثة، دولة القانون، دولة الديمقراطية. من أجل الذهاب إلى هذا عدد كبير من الأحزاب وجيل جديد الذي أمثله اليوم اقترح ميكانيزمات للذهاب إلى هذا، رفضت نظن من السلطة التي قررت اليوم الذهاب إلى قررت المرور بالقوة. هذا ما هو مرفوض. نحن على بعد أسبوع من استدعاء الهيئة الناخبة في 15 من سبتمبر قبل أن ينهي وقتها أستاذ حبيب، ماذا عن الدعوة اليوم ودعوة الهيئات الناخبة بعد أسبوع، وهل هذا ربما سيمهد لهذه المرحلة ولعمل الهيئة؟ نعم كانت هنالك قائد أركان الجيش تكلم وقال أنه يقتضي الذهاب إلى استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر. نظن أن الشعب الجزائري مئات الآلاف من الجزائريين ما زالوا يخرجون ليقولوا لا للانتخابات في هذه الظروف. اليوم كما قلت سابقا هنا كاين إرادة للمرور بالقوة، هذا ما يرفضه الشعب الجزائري وهذا ما سيمحشيخ له الشعب الجزائري يمر. نذكر أن انتخابات 4 جويلية كانت في نفس الظروف بنفس الطريقة وما قدرتش لم تستطيع السلطة تنظيمها. نظن حيكون نفس الشيء بالانتخابات قبل نهاية السنة وسنكون مجبرين إلى العودة إلى حوار حقيقي مع كل الشعب الجزائري، إلا أننا سنكون خسرنا أكثر من الوقت وهذا ما هو المؤسف. ولهذا مرة أخرى أناشد المؤسسة العسكرية إلى التحلي بالمسؤولية بالواقعية بالجدية وبالحكمة. عضو المجلس السياسي لحزب جيل جديد حبيب برهمية كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في العاصمة الجزائر، شكرا جزيلا لك.